صحبة القرآن. شفت يا عمر اللي بيحصل في المسجد الأقصى ده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طب انت ليه زعلان كده يا عمر؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طب نقوله إيه يا عمر للناس اللي بتعتدي على قدسنا ومقدساتنا دي؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب يا ترى يا عمر الناس دي ليها نهاية؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الله يفتح عليك يا عمر. تقولي ايه انت بقى للمسجد الاقصى؟ والله لن انسى مسجدنا الاقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة تقول يا رب يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر وشجرة الزيتون بغصنها الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة. يا لوعة نفسي عليك يا قدسي وأنت في البلوى والعيشة المرة. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان. هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان وحرروا الإنسان من قبضة الطغيان. هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي. هيا أعيدي بسماتي كسابق الأزمان كسابق الأزمان.